ازيك يا دادا؟ عامله ايه؟ تعالي تعالي، انت مكسوفه ولا ايه؟ ازيك يا ماما؟ حسام، ازيك يا حبيبي؟ دي رحاب، رحاب صاحبتي. صاحبتك؟ اهلا وسهلا يا اختي. اهلا بيكي يا طنط. شفتي امي بقى؟ امي غير طبيعيه زي القمر. دي حلوه قوي، احلى من ما وصفتها لي يا حسام. تعيش يا حبيبتي. انتوا يعني احنا ايه؟ احنا هنذاكر سوا مع بعض. تذاكروا سوا مع بعض؟ بقول لك يا دادا، ما تحضر لنا لقمه حلوه كده من ايديك الجميله. حاضر، من عناي. تحبي اساعدك في حاجه يا دادا؟ لا شكرا. بقول لك ايه، يلا عشان نلحق نخلص. ها يلا. تخلصوا ايه؟ نخلص ايه؟ نخلص الملزمه اللي هنمتحن فيها بكره يا طن. طب يا حبيبتي. طب بعد اذنك بقى يا ماما. يلا يا روبي. على اذنك يا طن. اذنكم معاكم يا حبيبتي. هو ايه يا اختي اصله ده؟ بنت ايه دي اللي عينيها بكها دي؟ العيب مش عليها، العيب على اللي جايبها وجاي. لا اسم الله عليكي، ازاي واحدة توافق انها تيجي هنا؟ ايه افرض احنا بقى ما كناش موجودين. عندك حق، صدقي ما خطرتش على بالي دي. حسام، حسام. ايوه ماما. سيب الباب مفتوح. ليه؟ اشمعنى يعني؟ يعني ايه اشمعنى؟ مش كفاية سمحت لك انك تدخلها؟ ده اول واخر مرة الموضوع ده. انا عندي بنات، واللي مرضهوش لبناتي مرضهوش لبنات الناس. طيب حاضر، هفتح الباب. خلاص ما تضايقيش روحك كده، هيحرم. تفتكري يا اخويا ارنبه دي ولا ايه؟ حمل ايه وزفت ايه؟ ده ولادك ما بقى لهمش شهرين. يعني يا امي بدري بدري كده نفرح بيهم ونخلص. تخلص يعني ايه؟ هي واجب ولا طريح عايزين تخلصوها؟ يا اخويا خد نفسك، هو ايه طخ 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 كده علاولة؟ عموما يا امي انا قلت اقول لحضرتك احتمال تفرحي بعد اذنك. استنى عاوزاك. نعمين يا امي. انت كنت عند ابوك في البيت بتعمل ايه؟ انت عرفت منين؟ ايه مش عاوز نعرف؟ لا انا ما اقصدش، بس اصلي ما قلتش لحد. ايه كنت بتسحب ولا لابس طاقية لخفة؟ يا امي لا ده ولا ده، ده ابويا وواجب عليا ان انا ازوره واسال عليه. انا بس مستغرب. سعيد. ماله بقى سي سعيد ده؟ سعيد هو اللي قال لحضرتك، لانه كان واقف وانا بكلم بابا. عموما انا كنت هقول لحضرتك، بس كنت مندهش والاندهشة خلاص راحت. راحت خلاص؟ طب قول انت، اتكلم جاوب. ما انا جاوبت يا امي، بزوره وبسال عليه. وهو كان سال عليك لما خلفت؟ ايوه يا امي، جالي لغايه هنا وبارك لي انا ونبيله لما حضرتك ما كنتيش موجوده، وكمان جاب خاتمين ذهب للعيال. يا نهار اسود ومنيل، اوعى يكون جاب الحربايه بتاعته معاه. تحرم عليا يا رياض اذا كنت دخلتها البيت وانا مش موجوده. يا امي ابويا اعقل من انه يعمل كده، ده ما حصلش. وانت بقى بجلالتك لما بتروح عند ست الحسن والجمال عند ابوك في البيت بتقعد تتكلم معاها زي كانك بتتكلم مع امك كده، ولا بيحصل ايه بالظبط؟ لا 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 طبعا يا امي، ده يعني بتبقى كلمه ورد غطاها. ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله تمام، لا اكتر ولا اقل. طب وهو بيعملها ازاي؟ ينفع يعني يا امي اخش بيت ابويا وانقل اللي بيحصل فيه؟ بتهيالي بقى عيل صغير. بعد اذنك. ولا كبرت وبقيت راجل، امال انا مين اللي هيريح لي قلبي في اللي بيحصل هناك؟ يا نونو يجنن. يا اخواتي ده زي العسل. يا حبيبي تعيش وتجيب زي الفل. ربنا يخليك يا امي. خدي يا بلبله البطانيه الجميله دي علشان لما الباشا يشرف يتكلفت براحته. الله، دي دمها خفيف قوي. وادي بقى لزوم النزاهه، طقم محموم ونظافه ما حصلش. هي عمته اللي تبقى تحميه. وريني وحياتك يا منال. يلا لموا الحاجه عشان ما تتبهدلش. يلا استني وحياتك يا ماما، لسه ما اتفرجناش على بيت الحاجه. يا اختي ايه السهوكه بتاعتك دي؟ ما تلم الحاجه وتتفرج عليهم في شقتك براحتك. حاضر يا ماما. استنى يا بلبل انا هلم الحاجه وهاجي معاكي. لا استنى، انت عاوزاك انا واخواتك. خلاص خليك انت يا رياض، انا كده كده نازل هشيل انا الحاجه النبيله. ربنا يخليك يا ابو حميد، تعبناك بس انت خالهم برضو. معقوله برضو الكلام ده؟ على العموم يا سيدي الف مبروك ويتربى في عزك. ربنا يخليك يا ابو حميد. يلا يا بلبل. عن اذنكم انا هحصلك على طول يا بلبل. براحتك. السلام عليكم. عليكم السلام. فاطمه قاعده مع البنات، هبعتها لك يا ماما. حاضر. ابعتيها يا اختي. هاي يوم خير في ايه؟ عايز اخد رايك في حاجه. تحت امرك. حسام اخوك عايز عربيه جديده. يا رياض لحسن موديل العربيه بتاعتي قدم وانت عارف ما بستحملش. يا سلام. لا بقى
لو هتجيبوا لحسام عربية جديدة يبقى تجيبوا لي انا كمان. اه يا ماما. مبسوط فتحت علينا فتحة؟ يا سلام، وايه يعني؟ ما انت قدها وقدود يا ست الكل. انتوا عارفين الحكاية دي هتاخد في وشها قد ايه؟ ايه يا رياض؟ ما تاخد زي ما تاخد، يعني الفلوس هتترمي ولا هتترمي يعني؟ اه صحيح. وبعدين بصي بقى يا ماما، انا عايزه عربيه سبور. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه ده؟ سبور ايه؟ ولما انت تجيب عربيه سبور اجيب انا ايه، ميكروباص؟ هات لي منال العربيه اللي هي عاوزاها. عربيه سبور ايه بس يا امي؟ انت عارفه اقل عربيه سبور تطلع بكام؟ ما تطلع زي ما تطلع يا اخويا، انا عندي مليون بنت، هي بنت واحده، وما كنتش انا اجيب لها، مين يجيب لها؟ تعيشي احسن ام في الدنيا. وانا يا ماما اذا كنت انا اللي عامل القعده دي كلها علشان انا. خلاص جيب له عربية تكون متينة عشان تستحمل الصرمحة بتاعته في الراحة وفي الجاية. يا أم النظام ده ما ينفعش، وخصوصا اليومين دول. إيش معنى بقى اليومين دول؟ أمي عارفة. الله، ما تعقدهاش بقى يا أبي. والله ما بعقدها، بس ما ينفعش يا أمي كده، الضربة هتبقى جامدة قوي. يا أخويا ضربة إيه اللي هتبقى جامدة دي؟ هو حضرتك نسيت يعني العمارتين اللي إحنا بقيناهم عشان السيولة ولا؟ آه، طب ما يجراش حاجة. ما يجراش حاجة إزاي بس؟ خلاص يا سيدي، جيب لي منال العربيه ونبقى نجيب له حسام السنه الجايه، على الاقل يبقى قرب يتخرج. يا حبيبتي يا مامي. يا سلام، ازاي يعني؟ اذا كنت انا اللي عاوز عربيه، هو ما فيش البيت ده غير منال؟ ده ظلم. رياض اهلا يا حبيبي. نمت يا امي؟ لا يا روحي لسه. طيب اسمحي لي بقى اراجعك في حاجه حصلت النهارده. هتقول لي ده مش عدل. بالظبط يا امي، يا اما حضرتك كنت وافقتي للاثنين او كنت برضه رفضتي للاثنين، لكن كده ما ينفعش. وحتى لو ظروفنا يا امي ما تسمحش غير ان احنا نجيب لحد فيهم، يبقى حسام اولى. لا انا عارفه بعمل ايه بقى. يا امي حضرتك ما بتعمليش حاجه غير انك بتدلعي منال زياده عن اللزوم، وطلباتها عند حضرتك اوامر. دي بنت، والبنت لازم يتشد عليها شويه. يا اخويا كفايه ابوها اللي شدت حلو عليها علاقة. مال بابا بس ومال الكلام ده يا امي دلوقتي؟ قابلها من كام يوم وفضل يديها من منقي خيار لما سولها جناب على الاخر. ما هو اسمع بقى، لا انت ولا ابوك لكوا دعوه بمنال. منال دي وحدتي واخر العنقود، وبعدين ما شبعتش من ابوها زي ما انتوا شبعتوا من ابوكوا. ايه هتبقوا انتوا والزمن عليها؟ يا امي ده ملوش دعوه بالدلع. البنت لازم يتقال لها لا في بعض الحاجات علشان تعرف ان في ممنوع. لا دي بقى مش هقول لها لا، ولو طلبت لبن عصفور هجيبه لها طول ما انا على وش الدنيا. ايه رايك بقى؟ واذا كان على حسام انا هراضيه. ازاي بقى يا امي؟ هقول له هجيب لك عربيه السنه الجايه انا احمل اللي كنت هتركبها، ولما ياخد شهادته هسفره بره يكمل مذاكرته ويعمل اللي هو عاوزه. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. طب وانت؟ انا مالي؟ مالكش طلبات؟ ما نفسكش في حاجه؟ انا كل طلباتي ومناية رضاكي عليا يا ست الكل. الله يرضى عليك يا رياض. على فكره الهدوم اللي جبتها للبامبينو الصغير اللي جاي كده تعيش وتجيب له. كله من خيرك يا ست الكل، ربنا يخليك لينا. بس انت طلعت غلطان في حاجه. انا يا امي؟ ايوه، كان لازم وانت راح تشتري حاجة الولد الصغير كنت تسألني، كنتش هقولك تشتري في شهر مجوز أبدا. ايه شهر مجوز ده؟ مش مراتك حامل في الساتت؟ ايوه. طيب كنت تشتري لها وهي في الخامس، كنت تشتري وهي في السابع، عشان ده مفرد، بيقولوا الشهر المجوز وحش قوي. يا امي ربنا هو الحافظ. يا اخويا ربنا يخليها لك وانت حالك بالسلامة، وتشوف ابنك عريس يا رب.